بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بحثي ما لباري حكم لواحقي حكم ويا معمولا لحكم كوقت حكم ما ترحى به فاروكو هرفي عليك متعديك قبل رذا حكم بعنوان ما استرك أخوي ما ترحى كباس من يكردوا حاكم أبي تصور شنك حكم أبي حاكم نابي كباس من كردوا يارى أو حكم أكري أبي شتيك ببي كحكم كيف يابدري بسر مكلفة كأوش فعلي مكلفة أنجاني أدري أن كمكلف أنجاني إذا فيما نود محكوم به يا محكوم فيه وأروها خدي مكلفة كشك حكم كأكري بسر يا فيما نود محكوم عليه أو ما نباس كردوا بات وجبه ويكا محكوم عليه شتمان بودانا وثمان شتكي اويك حتما بي قدرتي فهمي خطابك اي ببي ومشترك يشب ولاي شي سرك يشب ولاي اوك او شخصا ابي داري اهليت بي هو بي تكليفي ليكري جعل بل اوشن ابي داري اهليت بي وانا بتبعيتي او ايما ناشاري باسي اهليتكي مثلا نفيشا لبوني اهليتك مطمئن بين كايا اهليتي تكليفي كايا ثانيه ودواي او صحفي عوارضك بكين كبو اهليه ديتا في الشوا كنت ممكنه هندي شتاب بي او شتان اهليتك لا بن يا اجر اهليتك لا نبن ناقصي كان واتجوري كان لاهليتك كان سر او حالتي او يخويني او جاي سبحت كمان بناء ويا اهليه وعوارض اهليه. الفصل الخامس الأهلية وعوارضها في شكيب عنوان تمهيد مقدمة ذكرنا فيما سبق إلى الرابردوة ذكر ما انكردوة أن الشرط في صحة التكليف شرط لتصحح بون تكليفة كون المكلف أهلا لما يكلف به أشياء مكلفك أهليتي ببيبو أو شتيك بي مكلفك معلوم يشم وأهلية التكليف هذه تثبت للإنسان ببلوغه عاقلا وأوش ما نتوه كأمجور أهلية تكليفة سابد أبيب وإنسان بوك أقل إنسان بعلغ عقل به ببلوغه عاقلا يعني بلوغ به توأم لغ العقل إلا أوني هي أن علماء الأصول علماء أصول يتكلمون عن الأهلية وعوارضها بصورة عامة بحث لأهلية وعوارض أهلية أكن بصورتك عمومي ونحنش نجاريهم في هذا المجرى وإيمش مجارات يعنكين يعني همراهي أو أنكين وعلماء لأما جرارة يعني لم جريانا كجريان بحث أهلية فنتكلم عن الأهلية أولا لتشى بحث أهليتكين ثم عن عوارضها ثانيا لمرحلة ومع عوارض أهلية بحثكين وذلك في مبحثين متتاليين وأوش تبعثكين لدو مبحثك بشتي سلامين يكي كان الأول للأهلية والثاني لعوارضها يكن ينبو أهلية ودو مكبو عوارض أهلية يسمى مبحثي وضن أهلية أدد أمعنى أني مطالبك زور جالب أداب الدستو لكتب أصولي كاني تلعوانيك قديمي بون مغب الشوي براكندا أو بحثي منسجمي لباري أهلية ونيهوان ويكذا لا يهم متداوله على خصوص جمع الجوامع حتى نكتبك يزور برزو بعلايا لنبلام لباسي أهلية أواندا بحثك ومفصل مرتبي نقردوا مبحثي أولا الأهلية تعريف الأهلية أهليتي الأهلية معناها في اللغة الصلاحية باخو ما نويت إذا فكي أهلية مصدر صناعية مثلا أهل خوي معنى في معلومة ولي أهلية يعني أهل بودن مدلة الجمدة معناها في اللغة الصلاحية يقال فلان أهل لعمل كذا فلان كذا أهل كردني أو كاريا كي وايا جنوب أهليتي إذا كان صالحا للقيام به زمانك أجر أو إنسانا
صالح بي مناسب بي بو أنجامي أو كارا. وفي اصطلاح الأصوليين والذي دقاي أصولي كان ولا زارا ويأوانا تنقسم الأهلية إلى قسمين، أهلية أبي بدوب الشوى يكمن أهلية وجوب، يعني أتيات وأني أهلية وجوب أهلية أداء، يكمن أهلية وجوب دوهمن أهلية أداء. بعد ذلك جاء في الشباب أهلية وجوب، ذا أهلية وجوب شيء. ولا أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، يعني أمريكا إنسان بقنجي مناسب به شاكا بوشي بو أمريكا حق شرعي كان، يعني أو حق عنيك شرع الذي بقاي شرع وساب الدبن باشا بو أمريكا أو حق شرع يعني واجب به بوي لسر غير باشا، وهروها يا حقوق شرعي لسر أم واجب ببن بويتي تيتس وتوجبنا وأهلي، أي صلاحيته يعني شيء صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له عليه. وتوضيح كذا معناه في الرول بو طبعا أم خويا تلا سبي الربوي باشر كبلي أما يعني صلاحية إنسانك لأن تثبت له الحقوق، وما مثلا سبب أو حقوق مثلا لغير خوي وتجب عليه الواجبات وواجبات لسر واجب به، يعني حقوقك شيء لسر واجب به يعني بو غير خوي لسر أم واجب به هل وك بو أم لسر غير خوي واجبه. وتكون هذه الأهلية بالذمة، وأم أهلية بالذمة يعني بنماي أم أهلية الذمية هرك لقر ذميبو يعني أو أهليتيها يعني جاي تبات الذمة شكي، أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بناء على ثبوت الذمة له، يعني أم أهلية السعبد أبي بو إنسان بناء لسل أوك الذميبو السعبد بو باش الذمة شيا. ولا والذمة في اللغة العهد، ذمة للغة بمعنى عهد بمعنى تيمانة، يعني ريكوتني دوكس يا دولاين لسر شتيك في ألين تيمان في ألين عهد. مثلا أقل تولى غرفة خكتا روجك لروجان ديك وتون بو سيران لبنداريكا لسركانيكا لما دانشتون إسراحتان كردوه سيوري داركتان في خوش بوه آوي كانيكتان بلاوه خوش بوه هرشي اوي كبرد ايساك باسكن وقت يشاوتان بيق اكوه او خوشياني كبيق وديوتاني ابا بيشوانا او ناخوشياني كبيق وتحموتان كردوه ديرت وبيرتان او شتيك قبلا لبين دون فراء او زريو لدوائية ديت وبيري أو دوانا وفي يغن عهد ويغن أوشت معهودة دو بينها جابوا في يغن عهد لبرع ووايتي يغن شنك أو دون فرد بيكو أوشتيان اللي حاوية وكو بيمانيان بست بيه لغو يكا لسد اللي حاوي بونك أعوايا هس فرقي هيا عهد لغو العلمة متوجبين عهد ببير هنا نوي معلومي قزرشتيه يعني بيركدنا ولا شتيك لوبر لبين دون فر يادو لانا رويابي فاسكواتا. والذمة في اللغة العهد بمعنى عهد منا تيمانا جدواي امجارة او اطلاق كريم سر او شهر بويش دون فر بريارة دن لغويكا مثلا دو لاين كقبل مشريان بوا يسا بريارة دن لغويكا شرناكا وبريارة كان مثلا لسر شتيك هل يكيك تحملي برقل هزينة كان يكا اجي من حاضرم او بعهدي خو مقرم تو حاضري اعوني او بعهدي يعني بذيمي خو مقرم حاضرم اوش خوي يارا معهودة هل وقت بركاتة تو مثلا قرار ما نقول مزقو ساسكين تو دو مليون تمان اللي عهدي خو بسوا بابي خوك وتوجبي اوش هالبيل اللي عهدي رابلتو بس اوش هالمعنى تيماني تياعي بابا كميثاق جيجا ميثاق بابا منا خدي بريادان وطيبان بسنا. قال تعالى خويت الوردقال هاويستي مشركة كان لبرابري إيمان داران بيانك عليه مثلا وعلي بإيمان داران أبي إيه ورياي خوة عن من أويك ها
هاوش بو خدا دا اني و دجمن اي ويا خوشتان بخوتان و ببير ضربتان لين دن علي اوانا صفات انوايا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة شاكر علي اوانا لباري ايمان داريكو لا يرقبون يعني ملاحظيناك لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بعبارتك لا يرقبون إلا ولا ذمة في مؤمن يعني أوانا ملاحظناك ناخن بردي هيج إليك يعني هيج فيمان إل بتج إلا إستثنائية إلا ولا إلا المفعول يرقبون باشا ولا ذمة إن إليا لبرشاوة نزل ما يعني لبرشاوة إل يعني هل فيمان كبيكو بس تبيتيان وذمش هل أو معناها جانوك عكا تفسير وايا فقط بمعناها كي عام تر يعني هيج ذميك هيج أستويك بيجي ولا من أعوش من لسر ملا بنسبة أو كسوك فيمان لقل بستوا لردا إلا خدي فيمان بس نخل نظر قرين ذمتي يعني عمل كردن بالأساسي أو فيمانك قبلا بسراوه بوشي ومعناك مو بوي تكراري نبي هل كان بمعنى فيمان بن هنا إلا يعني فيمان ولي لا يرقبون إلا ولا ذمة يعني أوانا شاو ديري فيمان يقناكا كنقو إيمان داريكا بستو يعنى واتلا أو فيمانا لنظرني ولا ذمة وعمل كردن بل أساسي أو فيمانا يعني تشي لسر ذمة يا بيجي من أعوى الذين ما يبر أساسي أو فيمانا أوش ملاحظناك وليس في مؤمنين لغا المؤمنينك إن أجر أو مشركة لغا المشركة كتلا فيماني ببي دوانية جيب جيكا توجبوا جاء منظوري أويك الذين جرى منا فيماناتوا وسمي غير المسلمين الذين يقيمون في دار الإسلام على وجه الدوام بناء على عهد بيننا وبينهم بأهل الذمة أي أهل العهد وناو بردك راون جغل إيمان داران يعني أو غير إيمان داران أو غير مسلمانانيك لدار الإسلام إقامة أكن يعني لناو مسلمانان أمين نوا لسر وجه دوام بنا لسر عهدك لبين إيم وأوانا هيا فيما أهل الذمة أهل الذمة يعني شي يعني أهل عهد متواجبون جائسة ها آيري إيم ومعنى الذمة مش من كردهم الذمة يعني قيمان بلان إما أمان أوزمان أهلية أهلية وجوب متوقفة لسر ذمة بلان زي معنى الشرعي ذمة شيئا أو إن لغة من عهد حالة دي زي معنى الشرعي كي شيئا وهي أي ذمة في الاصطلاحي ذمة لا اصطلاحي شرع ده أو معنى لغوي كمعنى عهد جاني أما لا اصطلاحي شرع وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له عليه باشا لإصلاح علم أصول عبارة لوصف شرعي وصف يعني أو شيء لا يفك بإنسان مثلا ألان قال وصف شرعي ساتو شرعي لنظر مبنى هل وصف صحي وصف طبي مثلا إذا أقول شيء دكتور مثلا معاينه كتك تشخيصي أو بداك عليه مثلا أما تبي هي فلانا نخوشيني لقوايا أو نخوشيني وصبه إنسانا مثل الرنج لإنسانا رنج زر رنج رش رنج سول سبي بيس دوني وانا ما دمو هيا همو للحادي لغته قشتي أمانا وصن هو إنسان كأم وصفانا براكي محسوسة براكي نا محسوسة لذا إنسانا هي الرقنة زو رقي هلا سيه أقصاري وصفي وايا يجن أو أورق نيتيا جزي ذاتا كان وصفي أو ذمش لإنسانا خود تتخوش بها فنا خوش بها هي ذمة وصفه شرعية أم وصفه شرعية لهر كسابه لهر إنسانك يصير الإنسان أو إنسانا أجيره أهلا يعني أو إنسانا أكاب أهل يعني أكاب صالح يصير الإنسان صالحا لمن له عليه فشر أو إنسان أكاب قنجاو يعني أي قنجيني هم بو أو شتيك بو خويتي حق خويتي للاي غيره وهم بو أو شتيك لسر أما واتا حق غيره لسر أما أي قنجيني بو هذا المجال بس بمعنى لو وصفة شرعية جاء أو وصفة شرعية
بنما يبو أهلية هل كتداري أول خو شرعية ذي شاكة أهلية كي كي أهلية وجوب باشا ممكنة كتير ببي أو وصفي كي أنا بي عبنا جاي سيوة على ما دام دينو بي كي أم وصفي شم مبتنية لفر حياك يعني ما دام جان كرابة بالإنسانة عاد جنين لسكي دايكا باشا إسي بوداني وزي ميلة حابين فالصلاحيتي هي لما له وأشتك بو هي التسرعي هل أو جنينة أقل وقت يقول مثلا لسكي دايكا أو مالكي هيا باشا دايكا كي حقي هيا لا أو مالي أو جنينة نفقة برداشتا شو النفقي دايكي لسرعي متوجهون وهي بهذا المعنى الإصلاحي وهي ذمة أب معنى إصلاحية كوصف شرعي يصير الإنسان أهلا له أهلا لما له وعليه تثبت لكل إنسان باشا حتما ثابت أبو هر إنسان بو إذ ما من موجود يولد إلا وله ذمة شنك هيج من أغير دائق ناب ما دام كان دائق ذمة هي وبالتالي يكون أهلا للوجوب له وعليه وبتبعية أمره فس أو مولودك لدائق به هم أهليته أهليته بو وجوب جاء وجوبك بو خوي به يعني حقك لسر غير بو غيرك أبي حقي باتي يا لسري به يعني حقك غير لسر أم به أبي أم أداي حقك بك كديارة شن أهليتي أدائنية ولي أو كارانا أقل وإي رابك وعلى هذا يمكن القول أكريق سأواركين بل إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو الحياة ما دام جان كراب بريا باشا زمي هيا كزمي بو أهلية وجوبي هيا فلذا تعالى بوين بنا رد بردي بنا غير ثابت بوني أهلية وجوب وإنسان حياته إذ بالحياة تكون للإنسان ذمة شنك ببوني حياته بو إنسان ذمة يا عبيد وعليها تنبني أهلية الوجوب ولسر أمزم يا أهلية وجوب دع مزري ولهذا تثبت هذه الأهلية للجنين هل دبر أعمية يعني شن أهلية وجوب متوقفة لسر ذمو ذمج متوقفة لسر حياة فذلك لك أهلية وجوب متوقفة لسر حياة باشا فالزبر والثابت بأهلية بوجنين شن جنك حياتي كيايا وإن كانت ناقصة هرسا أهلية وجوب كذبنا هناك لجنينك ناقصة باشا بوتي جاءوا أهلية وجوبة هي الجنين أخلي وجود الحياة فيه شن حياتي كيايا ولما كانت حياة الإنسان هي أساس ثبوت أهلية الوجوب فهي تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت ولكاتب ذاك حياة إنسان أبيت بردي بنا غير ثبوت أهلية وجوب فس أو ذميا باشا ذم أمرا تلع أهلية وجوب أو هي بربو وجوب أهليتك أو أهلية وجوب تلازمه لازمي إنسانك يا مدى الحياة بدري جاي جيان ولا تفارقه هل جيد لي جيانا بيتوا حتى الموت تاكاتي مردن يتاكاتي مردن لقوا يعيتي وأهلية الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه في اصطلاح الأصوليين باشا تعرف عند الرجال القانوني بالشخصية القانونية أم أهلية وجوب ما هو معناها كأما ذكر ما نقول اصطلاح الأصولية كان للا رجال القانون يعني قانون جزاران وأنا لقوة قضائية بغين في رنجي شخصية قانوني حالهم أبين هو مثلا سكر جنين يجلس كي ذاك يأتي أبين شخصية قانونية هي ولم بصراحة شخصية قانونية ناقصة جلد ويباسيها وهي ثابتة عندهم لكل إنسان وبلا يما بوهمو إنسان ثابتة لا أولا بوهمو إنسان ثابتة شخصية قانونية ويعرفونها وأم شخصية قانونية تعريفة كان بأنها صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه واجبات أمريكا إنسانك بقول جهاز الرقومة شون أهليت ما تعريفك صلاحية إنسان بو أمريكا لبو أو حقوق يقربه ولا سري واجباك يقربه أو شخصية قانونية قلبه وتعريفهم هذا يماثل تعريف الأصوليين لأهلية الوجوب وأو تعريفك الرجال قانونيكا بو
شخصي قانوني درس مماثلة يعني هاو شكلة بو تعريف أصولية كانك بو أهلية وجوبيك درس وكوايا أما أهلية وجوب وأهلية أداء أهلية أداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء أما كإنسان صلاحية أول طيابك بو أوي داوي أدايك يعني بو أوي بغلي بمدية حق ملالاتا مثلا جنيني يا من على كبر بيشكا كمان كأخوان درستا ممكن حقي تولى سلي واجب بي. أما بو أولا بغلي حقي كم فيها أو أهلية أدايني حالني لأن يطالب بذي ولأن تعتبر أخوانه وهرها أهلية وفاكا تعتبر أخوانه أفعاله بو أوي كسكاني كذا وكان أردشي في بدري بايخي في بدري اعتبار كني وتترتب عليها آثار شرعية وبوأويك آثار شرعي مترتب بين ثلاثة أقوال وأفعال بسجر بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا بجورك وكأجل تصرفك لي وصادره لشرع اعتداري في بدري يعني يقول حساوي على تصرفك شيكي بخشي يا شيك كاتو شيكي بخشي مثلا وإذا أدى عبادة مثلا عبادة أنجامان يوجب كا مثلا كان أداؤه معتبرا أداء أو إنسان أبو عبادة معتبر به ومسقطا للواجب وواجب غير فشان دابر به وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وهل وقت أقل جناياتي لبلا مر غير خياكل شو سريك يكيشكان مثلا بعضيك يكيبري دياني يكي شكان اگر يا كسكي كشت اگر جنايات تغير خويك بر اثر الجنايات كي مؤاخذة توابك يعني مثلا عقوبتك زندانك جريميك وعقب عليها بدنيا وماليا ومع مثلا جن مؤاخذة كاملة او يهم بدني وهم مالي يعني ما تأخر يما همانا مثلا يتم ناومية اگر عقوبتي بدني لسربية عقوبتي بدني ناكري ولأجل عقوبة مالي بيتنسلي ليسين شنو هي كي أتوالي بني آدم لو أدايك حالي بلا بوك سواء أهلية خوي أهلية أدايها يا أتوالي بدنيا وماليا عقوبة كري وأساس هذه الأهلية هو التمييز للحياة مثلا أساس أهلية وجوب ذمة أساس الذمة حياة وقرابس الحياة ولأساس أم أهلية أداية تمييز يعني من عوائق شنو بحدي تمييز كبر عظيم وقع أهلية وجوبها يا أهلية أداشها يا الله أهلية كاملة وناقصة يا رأي هذا كيف لما أنا أكوبات من كرهم كامل أم هم ناقصة يعني كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة هل يجل أهلية وجوب وأهلية أداء جاري وهي ناقصة جاري وهي كاملة جدا نظرا للأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته تنك إما السرنجي أو دورانا أدين شندين دوري قدنك إنسان لو دورانا تيبر أبي لجياني خويا لكيوا من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته لسرتاي شكل جيرية وكشكل جيرية ومثلا خواهي قول دروسي أكا تا أقاب أو عقلي كامل عظيم دوائش مثلا جاني دريجات يشيتا أو كاتيك أمري وهذه الأدوار هي أو أدوارش أمانية مثلا أولا دوري جاني دوام دوري انفصال كتمييز يعني وقت انفصالين لدائك جابت وأبي لدائك سهم دوري تمييز تاك بلوغ شوارم دوري ما بعد بلوغ جاء عليه ونتكلم فيما يلي عن نوع الأهلية التي تثبت للإنسان في كل دوري من هذه الأدوار يا مقصى أكين لما أرد بعديها لنوع أهلية أو أهليتك سابد بيبو إنسان لا أرد دوري لم دولة ندى كباس ما نكردوها دوري أول دوري جنين بذاني جنين ش أهليتك هي يارا تيجوي كباسكين عرب مختصري على جنين أهليتي وجوبي هي بلا ما أهليتي وجوبي تاميني أهليتي وجوبي ناقصي هي أولا ذهن تنظر بذين أم أهليتي وجوبي ناقصة بش معناها الجنين في بطن أمه قد ننظر إليه كجزء من أمه يعني الجنين لا سكيدايتيا إما دو تيرواني ما نيبو أو جنين دو تيرواني يكم ننظر إليه سرنجي أو جنين أدين
وك جزء إجل دايش كي حسان يا كيك شن بوشي يقر بقرارها يعني قرار أدريب قراري أو مثلا قد دايش كي لردانيش يعني من على فجل راية شاكا وينتقل بانتقالها كدايش كي حوصا لم ديوش ودرته أو ديو درقاك يعني من على فجل قبل رويه فنحكم بعدم ثبوت الذمة له قد قال يوابو اعتبار إيه من حكم كين كبضع من على الذمينية شن مستقلين متواجبي يعني أمي كتو أي ديني هل يقدر فرع أخذ إما برشنية كحاملة بلك كل خبالة تعبير جرع وندو ديالة ديالة يعني الروح متواجبي يعني شنة تقول روح الكيهاية من عمكش كبسكياتي من روح الكيهاية شاكا بلا مير ذا شن إما اللي هو قرار وانتقال لما زل قرين استقرار وانتقال لما زل قرين نزل كذن ولا استقرار وانتقال شن كم منعوك لاستقرار وانتقال تابعي دايك كياتي جنس ذمينية وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب ففي أم نزل أهلية وجوبنا للنيت أما وقد ننظر إلى الجنين من جهة كونه نفسا مستقلة ورمجاري وهي مثلا جي جنين دين لجهة وكأم جنين با والنفس كي سر بخويا روحي بجيات يا هي. روحي أو لغا روحي دايك بجيات بمذني أو دايك كنامري متواجبون ومنفردا عن أمه بالحياة وبحياته بزندقي لديك غير منفردة جاية ومتهيئة للانفصال عنها وآمادية يعني انتظار شاورواني أواكا كمنفصل لديك غير منفصل وسيرورته إنسان قائما بذاته ومتهيئة بأويك بقرب إنسانك قائم بذاته خوي لو كانت فنحكم بوجود الذمة له حارما لو كانت حكم غير ذميها وبالتالي كحكم أن كذبك ذميها بتبعيتي أو تثبت له آلية الوجوبي فذ أهلية وجوبها تنكوت ما بنماي أهلية وجوب ذمية وقد لوحظت هاتان الجهتان وديان الإيمة درسوا على فياد باش الإيمة بوجهنين أمدو جهتكان يلا مزال قرين آية قرار استقرار وانتقال غير مزال قرين كاللواء مستقلية يعني غير حياة نفسه غير مزال قرين على هذا الجهة كم لاحظنا كبير فلم تثبت له ذمة كاملة فالذمية كاملين كما لم تنفع عنه الذمة مطلقة هلوك الذمي بتوري مطلقة لأن في نكر يعني. وإنما أثبتت له ذمة ناقصة وبلغ تنهاء نية كالذمي ناقصي بسعب البوا أو ذمة ناقصي صالحة بين لاكتسار بعض الحقوق فقط كجنجائشي هي بوا ويككسب بعض الحقوق دو بكري أو أني أقبنا الله سيداي كابو أقباوكي بمريعي اشتقي بوداني وبذلك كان للجنين أهلية وجوب ناقصة يا ناقصة بكي بحال أهليتك لبو أو جنينة أهلية وجوبها كصفة أهليتك وهي ناقصة ناقصة يعني أهلية ناقصة وجوبها بها صار صالحا للوجوب له لا عليه بم أهلية وجوب ناقصة قرى وبو أمك صلاحية ببي بو أويك حق للاي غير بو ثابت ببي بو واجب ببي بلام نفع عليه نفع سليم يعني صلاحيتي أولاً كحقي غيري لسر واجب تضيه باشا فاسم شكا أهليتي وجوبي كاملة أولاً كشخصك ما دام أهليتي وجوبك يبون هم حقوقي خوي لسر غير صلاحيتي أولاً هي بوأوي كحقوقي أم لسر غير ثابت تضيه وصلاحيتي أولاً هي كحقوقي غيري لسر ثابت تضيه لسر أم ثابت تضيه بلان أجل ناقص بو صلاحيتي هي بوأوي كحقوقي أم لسر غير ثابت تضيه أما صلاحيتي أولاً هي كحقوقي غير لسر أو ثابت بيه قد لا هو كشامل لا هو كشامل أي شو عندك جوين مالي أو منال مثلا إنك بديش كذا أو مقرري بو نفقي خوي بوي أو أتوانية مثلا كان على كي عرفيه يا مثلا شتي تريب ولا نزل قرن يا وظيفة كي ترى من كبابو أوتن أو حقي أوبر داشته يا لواني أو حقي أوبر داشته نبي مشينا هو أجر حقي أوبر داشته بذا يعني لوا أهليتي وجوبي كاملين هي أوقات يعني حقوقي شيء لسه يا إذا أجر حقوقي لسه واجب أبي هم حق كان لسه واجب نعمي ممكن بعض الشيء استثنائي بذي فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبولنا يعني ثابت بينه أو حقوقي أو ترك احتياجي مية لثبوتك أبو قبول هاي الميراث مية بلاد كباوكي مر هر كتباوكي مره يتم استرواج إذا هنا قبل قبول مكتب
حقيقه أو يا وصية كفي وصية كأي شيء من مرد مثلا أو فرشة أو فلان كذي حالي من أو جاهزنا على قبول جلبني يا ولي استحقاق في الوقت مثلا كابلا يكاتوا وجوه كي أعمى الوقت سرف قرارنا مثلا أقر أمنا ريشة فقير به وأتمع لدنيا أبو مجينة ما بيدا باوكيو أنا أو شيء قريته أو شعبه أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول أما أو حقاني تحتاج إلى قبول كالهبة كابلا شيء هبة كردوا هبة هبة وأجدنا هبة قبولي قلت أو الأهلية قبولي من يجب فلا تكد له وإن كانت نفعا محضا له هرشن أو النفع محضا بوي وآخره كثير شيء تبقى شوف وزرزنا ذات يا كثير قرأ ورشا شن أهلية قبولي من يني نعم لأنه ليس له عبارة شن أدى عليه عبارة من الآن وليس له ولي أو وصي يقوم مقامه في القبول ولا حال حاضر شاك يرشال دائي نبوه ندى لي ولي ندى لي وصية يعني ولي حكم ولي وصينا يجلت وفعلا حاضر لا تال ما عقبته ولي وصي هيا بمعنى بلد بمعنى كالجيغي أو دايني بو قبول كردني يكي أعوى بوين ما ليش جاتو الذي عليه جمهور الفقهاء أن الجنين ليس له ولي ولا وصي نولي نوصي وإنما يجوز داي أن يعين له أمين بحفظ أمواله وما رأيه فارزه والمعمول به حاليا في مصر أويك عملت إلى مثل أويا أن للجنين وصية وصي ودانية له من الحقوق ما لا ما للأوصياء على الصغار لبو أو وصية هيا لحقوق أويا يعني شحقتي هيا حقلتي هيا درز أو حقيقة بو أوصياء لصغير لصغير يعني هو أنا وصي وصي بكثة كرد بكل يقال كمان سر وسيع وقتی کنی اون نفر مردوه، یه اگر مرد مثلاً عواقب کو نحوی تصرفاتی پی و تو، اول وسیتی آوجی مگه پیاده سر وسیع، جدیاره اول سر وسیع تا چه حقیقیه انجامی ما، بته وک مردوه کد سوری پیدا و اتوانی عمقه، دیگر امیش بلا جمهوره بلا اوی لمس راهی برای جنین وصیه، آو جنین شهر حقوقی بو اوصیه امی لیبر خورده. فقد جاء في قانون الولاية على المال الرقم 1995 ما يأتي وجه في قانونك عليه فيما لازم لك أخوانينا ولا يجب عليه أي حق هيج حقيقي لسان واجبنا به لنقصان أهليته كما قلنا لبلوك أهليتك ناقصة ويجب أن يلاحظ هنا واجب بعد لا يكفي الملاحظة كان يوجب أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين إنما تثبت له بشرط أن يولد حيا أهلية وجوب ناقص وقت ثابت أبو الجنين بشرط أمك بالزندوي لدعيك به لأنك بالزندوي لدعيك وإذا إنك أمجرنا حياتي هو وما دام حياتي هو فالزم لو اختوى حياتي يزم الشيء هيا شاكا لو اختوى كالزم هيا أهلية وجوب الشيء هيا فالله أقول بالزندوي لدعيك به إذا إنك حياتي نبوة كحياتي نبوه زي ماشي نبوه كزي ماشي نبوه أهلية وجوبشي نبوه حالب فهذا أول إسفيك متوقف ما نتدون أهلين أما أهلية الأداء فلا وجود لها بالنسبة للجنين ولأهلية أداء فناقصية وبكامرية وبوجنين هرمية إذ لا يتصور صدور أي تصرف منهم لعجزه الكامل شنك صادرقوني هيش تصرفك لا أومن على قابل تصورني شنك عجز كاملها كما أن هذه الأهلية مبناها التمييز بالعقل هل لبن أوش أهلية أدائنية شك أم أهلية مبناكي يعني بنرتكي تمييز بعقل لخولها تمييز مطلقة عند الجنين تمييز بتوري مطلق للجنينية فماذا تمييزين به هذا أهلية أدائي بتاريخ العلانية حاربون دوري دوبار من السندرة